بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 129. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي قوله سبحانه وما ذبح على النصب قولان في حديث عن تحريم ما يؤكل في أعياد الكفار. قال أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه، فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام، وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الله سبحانه وتعالى من جملة أنواع الميتة محرمات من الذبائح ما ذبح على النصب، والنصب ذكر الشيخ أن فيها قولين. قول الأول أن المراد ما ذبح على النصب أنهم كانوا يذبحون على حجارة، يذبحون على حجارة منصوبة و ينشرون عليها اللحوم على هذه الحجارة تقربا إلى الأصنام، فتكون ما ذبح على النصب بمعنى أن النصب محلا للذبح للأصنام، وليس الذبح للنصب نفسها، وإنما هي محل ذبح للأصنام، مكان شرك، فهو يحرم من أجل ذلك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة قال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. فلما فدل هذا على أن المكان الذي يذبح فيه للأوثان أنه لا يذبح فيه لله عز وجل، فيكون هذا معنى قوله وما ذبح على النصب، فتكون على ظرفية، أي ما ذبح فوق النصب لأجل التقرب إلى الأصنام. والقول الثاني وما ذبح على النصب أي لأجل النصب، فيكون الذبح للنصب نفسها، وتكون النصب أوثانا، وهذا أولى من القول الأول بالمنع، أولى بالمنع من النوع الأول، لأنه إذا نهي عن الذبح في المكان الذي يذبح فيه للأصنام فلأن ينهى عما يذبح للأصنام من باب أولى. وعلى كل حال فإنما يذبح على النصب فإنه سواء ذبح للأصنام أو ذبح للنصب فإنه حرام على المسلم أن يأكل منه. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم. نعم، كما ذكرنا. وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله
كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. نعم، فإذا كان الذبح في المكان للأصنام وما ذبح في هذا المكان للأصنام يحرم، فالذي يذبح للأصنام من باب أولى. نعم. والقول الثاني أن الذبح على النصب أي لأجل النصب، كما يقال أولم على زينب بخبز ولحم، وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على ولده، ونحو ذلك. ومن قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم، القول الثاني أن المراد بقوله تعالى وما ذبح على النصب أي لأجل النصب، فيكون الذبح للنصب نفسها، ويكون ذبحا لغير الله عز وجل. وعلى تأتي بمعنى لأجل، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب، يعني من أجل زواجه بزينب رضي الله عنها. ويقال ذبح الرجل على ولده، يعني لأجل ولده، فيكون على هذا المعنى ما ذبح على النصب أي لأجل النصب. نعم، صلى الله عليكم. قال وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام. نعم، ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم، وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. لا فرق بين أنها يذبح عليها لأجل الأصنام أو أنها يذبح لها مباشرة، لا فرق بين الأمرين، فالذبيحة حرام على كلا الحالين، لأنها مذبوحة لغير الله عز وجل. نعم. واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة، وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزل. ومن نظير قوله تعالى وما ذبح على النصب نظيره قوله تعالى ويذكر اسم الله عليها صوافا، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإن الذكر على بهيمة الأنعام يشمل الذكر عليها مباشرة عند ذبحها، ويشمل الذكر عليها وهي غائبة إذا أعدت لذلك، إذا أعدت لتذبح لأجل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكبروا الله على ما هداكم أي لأجل ما هداكم من شرائع الإيمان. فالله جل وعلا يشكر على هذه الهداية، ويكبر سبحانه عند أداء المناسك، عند الطواف وعند رمي الجمار، يكبر سبحانه وتعالى، ويكبر أيضا عند ذبح الهدي وعند ذبح الأضاحي. نعم. قال رحمه الله وفي الحقيقة مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب كما قد أومانا إليه. ذكرنا هذا فيما سبق، وأن أنه يستوي الأمر، سواء كان النهي عن المكان الذي يذبح فيه لغير الله وهو النصب، إذا كان القصد أنه يذبح عليها فهي محل الذبح للأصنام، ويشمل من باب أولى إذا كان الذبح لها، وأن المراد بالأنصاب الأصنام، أن المراد بالنصب الأصنام. الأصنام. نعم. قال وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصب، وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما أهل لغير الله به، فيكون تكريرا. هذا داخل فيما سبق، ما ذبح على النصب قول ثالث أنه ما ذكر عليه اسم النصب، كأن تقول بسم الله تقول بدله باسم النصب أو الوثن الفلاني، وهذا داخل في قوله وما أهل به لغير الله. نعم. قال رحمه الله لكن اللفظ يحتمله، كما روى البخاري في صحيحه
عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلده، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وفي رواية له وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض الكلى، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. هذا زيد بن عمرو بن نفيل، وكان عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان في الجاهلية، وكان قد هداه الله للتوحيد والفطرة على ملة إبراهيم، فكان ينكر عبادة الأصنام ويعبد الله عز وجل. ومنه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه قبل أن ينزل عليه الوحي، يعني قبل أن يبعثه الله، لقيه في بلده اسم مكان حول مكة، فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم، فزيد امتنع من الأكل، امتنع من الأكل منها، لأنه لا يأكل من ذبائح المشركين في ذاك الوقت، فهو بنى على أن ما قدمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من ذبائح المشركين، واستصحب هذا الأصل فامتنع من الأكل من ذلك، وكان ينكر على المشركين عبادتهم للأوثان، وينكر ذبحهم لغير الله عز وجل، ويقول إن الشاة الله خلقها وأنزل لها المطر وأنبت لها الشجر، ثم أنتم تذبحونها لغير الله عز وجل ممن لا يخلق ولا يرزق. فهذا منه توحيد رحمه الله، وكان متحنفا في الجاهلية، يعني يعبد الله حنيفا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهو والد سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا المقصود هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. الشيخ رحمه الله يقول: المدار على نية الذابح، فإذا كان الذابح يذبح لغير الله فإنه حرام، سواء سمى ذلك الغير على الذبيحة فقال باسم كذا أو لم يسمه، وإنما نيته له، فالحكم واحد، وهو أن هذه الذبيحة حرام، بل وحتى لو ذبحها لغير الله وذكر عليها اسم الله فإنها لا تحل. إذن تكون الأقسام ثلاثة: القسم الأول أن يصرح على بذبحها لغير الله، كأن يقول باسم الصنم أو باسم المسيح أو باسم العزير أو غير ذلك. الثاني أن لا يذكر شيئا، وإنما ينوي بقلبه أنها لغير الله. الثالث أن يذبحها لغير الله ويسمي الله عليها. كل الأنواع الثلاثة حرام عند الشيخ رحمه الله، لأن المدار على نية القلب والقصد بهذه الذبيحة، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه الذبيحة حرام. نعم. قال رحمه الله: تحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. نعم، تحريم ما ذبح لغير الله قصدا بالقلب وباللسان أو بالقلب فقط،
أظهر من ما ذبحه لأجل اللحم لا لأجل التقرب، وقال عليه باسم المسيح، فإنه لا يؤكل عند الجميع، لأنه أهل به لغير الله. ولو كان ذبحه ليس على وجه التقرب، وإنما هو على وجه الطعام باللحم. نعم. كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. نعم، ما ذبحه المسلمون يقصدون به التقرب إلى الله من الأضاحي والهدي والصدقات باللحم والعقيقة، هذا أعظم ثوابا مما ذبح لأجل اللحم وذكر عليه اسم الله. وإن كان الكل حلالا، لكن ما كان على وجه التقرب فهو عبادة، وأما ما ذبح للحم فهو عادة ومن المباحات. والله سبحانه وتعالى قرن الذبح للتقرب إلى الله مع الصلاة، قال يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال سبحانه فصلي لربك وانحر، فقرن الذبح لله مع الصلاة لله عز وجل. فهذا يدل على أن ما ذبح على وجه التقرب المشروع أنه أفضل مما ذبح لأجل أكل لحمه فقط وذكر عليه اسم الله، وإن كان الكل مباحا، لكن هذا لا يثاب عليه وما ذبح للحم، وذاك يثاب عليه لأنه عبادة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك أو النسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره، لأن ما ذبح للحم وذكر عليه اسم الله هذا مشروع ومباح بلا شك، لكن ما ذبح تقربا إلى الله أعظم ثوابا وأعظم أجرا مما ذبح لأجل اللحم، فإن التقرب إلى الله بالذبائح أفضل من ذكر اسم الله في فواتح الأمور، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. فما ذبح للحم وذكر عليه اسم الله داخل في ذكر اسم الله على فواتح الأمور، بخلاف ما ذبح لله وذكر عليه اسمه فهذا أعظم ثوابا وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. نعم. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أو لا، كما سبق تقرير لما سبق أن المدار على النية، فإذا ذبح لغير الله حرمت الذبيحة سواء صرح باسم ذلك الغير أو لم يصرح باسمه، أو حتى لو ذكر عليه اسم الله وهو يذبحه لغير الله فإنه حرام اعتبارا بالنية والقصد. نعم. قال رحمه الله: وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. نعم. فهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله. نعم. بعض العلماء يقول لابد من التلفظ أنه لغير الله، فلو ذبحه ولم يذكر أنه لغير الله ولكن نوى بقلبه فهذا لا يحرم، وهذا تفريق من غير مسوغ، فإن المدار على ما أهل به لغير الله سواء صرح بذلك أو نواه بقلبه، فالمدار على النيات ولا دليل على التفرقة. نعم. قال رحمه الله: بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. نعم، لو قيل بالعكس وهو أن ما ذبح لغير الله أعظم
تحريما أعظم تحريما مما ذكر عليه اسم الله، مما ذكر عليه اسم غير الله، وإن كان صاحبه يقصد التقرب إلى الله لكن سمى عليه غير اسم الله، فإن هذا وإن كان محرما فإنه أخف مما ذبح لغير الله بالنية والقصد. نعم. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم. نعم. وإن قال فيه بسم الله. نعم. كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. نعم، هذا يقع أنهم يذبحون لغير الله للجن أو للشياطين، ومن باب التقرب ومن باب علاج المرضى وما أشبه ذلك، ويقولون عليه بسم الله، ويسمع الناس أنهم يقولون بسم الله ويقولون هؤلاء مسلمون وهؤلاء يذكرون اسم الله، وهذا من أجل الخداع، إذ لا أثر لقولهم بسم الله باللسان وهم ينوون غير الله بقلوبهم ويتقربون إلى غير الله، فهذا يلفت النظر إلى ما يلبس به على بعض العوام الذين يذهبون إلى السحرة والكهان والمنجمين، يلتمسون عندهم العلاج ويأمرونهم بالذبح، أو هم يذبحون ويقولون بسم الله، فيسمع الناس حولهم أنهم يقولون بسم الله فيستحسنون هذا ويقولون هم يسمون الله، ولا ينظرون إلى مقاصدهم ونياتهم والمناسبة التي من أجلها ذبحوا هذه الذبيحة، فيجب التنبه لمثل هذا الأمر. والشيخ رحمه الله ذكر أن هؤلاء منافقون، أن هؤلاء منافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فهم يظهرون الإيمان بقولهم بسم الله ويبطنون الكفر في قصدهم لغير الله عز وجل، وهذا هو النفاق الأكبر المخرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعا. نعم، مانع الردة ومانع الذبح لغير الله. نعم. ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. نعم. ومما يدخل في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، انظر العبارة وما أهل به، لأن ما من صيغ العموم، ما أهل به لغير الله، يدخل في ذلك ما يعتاده بعض الجهال في مكة وفي غيرها من أنهم إذا نزلوا منزلا جديدا يذبحون للجن من أجل أن لا تقرب هذا البيت أو تصادق أهل هذا البيت فلا يضرونه، ومن ذلك ما يفعله الجهال أيضا عند تأسيس مصانع، فإنهم إذا دارت المكاين في هذا المصنع أول ما تدور يذبحون للجن من أجل أن يتبارك هذا المصنع وأن ينتج، كل هذا مما أهل به لغير الله، وهو شرك أكبر، وهذه الذبائح حرام على المسلمين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار. نعم، كما سبق وأفاض فيه الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز الذبح في الأماكن التي يذبح فيها المشركون لأصنامهم والكفار لأعيادهم، فكل هذا مما أهل به لغير الله، فيدخل في عموم الآية الكريمة. نعم. ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود: غندر أوقفه على ابن عباس. نعم، غندر الراوي أوقفه على ابن عباس، والحديث الموقوف ما كان من كلام الصحابي ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة تسمى مسألة التباري أو المباراة، بمعنى أن
رجلين يتباريان يعني يتجاودان في الذبح، أيهما أكثر ذبحا من الآخر، فينحر من الإبل الكثير، ثم الآخر أيضا يذبح ليتباريا أيهما أكرم وأجود، فهذه الذبائح لا تحل لأنها لم تذبح لله عز وجل، وإنما ذبحت لأجل المباهات ولأجل المفاخرة، فهي حرام، ونهى عنها ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، فتكون داخلة أيضا في قوله تعالى وما أهل به لغير الله. هل بقي منها صور من المباهات؟ نعم. بعض من يفاخر بألوان الطعام، بقي من ما عندنا يدخل المسلمين. يدخل في الكراهية. نعم، يدخل في الكراهية، لكن الذبح غير، الذبح وإراقة الدم غير الطعام العادي. نعم، وإن كان في شيء من المباهات. أي نعم، المفاخرة لا تجوز، لكن قد تصل إلى الشرك. نعم، أو على الأقل تصل إلى تحريم هذا الشيء وإن لم يكن شركا. نعم، أحسن الله إليكم. أنت قال نهى صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. معاقرة الأعراب هي ما ذكرنا، عقرهم الإبل من باب الافتخار، أيهم يذبحوا أكثر من الآخر حتى يمدح، هذه المعاقرة. معاقرة يعني مشاركة في العقر، لأن معاقرة من أفعال المشاركة من طرفين فأكثر، وكان من عادتهم كذا، وسيأتي مزيد بيان لهذا. نعم، أحسن الله إليكم. سندع ما أشار إليه فضيلة الشيخ إلى الحلقة القادمة إن شاء الله لتصرم وقت هذه الحلقة. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل إلى شيخنا الكريم الشيخ صالح بفوزان الفوزان، وإلى مهندس الحلقة أخي عبد الله السلولي، ولكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.